بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ وش اخباركم؟ وش مسوي؟ شباب طيبين، معكم عبد العزيز اوغست مدريد. قبل نبدا المقطع صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم على في محمد الاصحاب اجمعين. طبعا اليوم جايب لكم شو اسمه الطريقه الثانيه اللي ما تضبط مع الطريقه الاولى، هي نفسها بالضبط لكن في تغيير في الحروف. انا ما ادري شلون ليش ما تضبط بعضكم ما تضبط معه، لكن بوريكم الطريقه الثانيه. طبعا تغير تكتب حروف بسيطه وزي كذا. وش الطريقه الثانيه؟ طبعا هي نفسها تقريبا بالضبط، تقريبا نفسها بس تغير حروف. شو تسوون الحين؟ طبعا بعد ما تجيك رسالة وزي كذا نفس الشرح اللي قبل، اذا جيت عن تاريخ ميلاد هنا تسوي فحص العنصر، بعدين شو اسمه كنترول اف، كنترول اف عشان يطلع البحث هذا. بعدين شو تسوون؟ تكتبون ار اي جي، بعدين هذه العمود سلاش هذه، بعدين اي سي سي شفتوا، بعدين هذه edit اسهت مل. دقيقة بس شوي اجيكم بنسخ الكلام واجيكم باك. طبعا شو اسمه دقيقة بس هذا وين راح تو ايه هذا الكلام اللي تلصقه. طبعا كل شيء راح احط لكم اياه في الوصف، هذا الكلام اللي تلصقه تسوي له نسخ. بعدين وين نرجع هنا؟ نرجع هنا سوي edit، بعدين من هنا من بعد النقطتين هذه اللي فوق لين هنا، بعدين تسوي لصق، بعدين ايش هنا على طول continue، نضغط continue نشوف. زي ما تشوفون الحين خلاص اقدر اغير الباسورد وزي كذا. خلاص اكتب اي باسورد تبيه عادي، اي باسورد عادي ما في اي مشكله. طبعا بس هذه الطريقه الثانيه اللي ما تضبط مع الطريقه الاولى، وان شاء الله عاد انزل لكم حقه الدعم الفني، بحاول انزلها ان شاء الله بعد ذا المقطع. وبس هذا السؤال، لايك سبسكرايب كنت فيفرت، واتمنى تنشرون المقطع وتكفون تكفون اقروا الوصف. الوصف فيه حساب في تويتر، فيه البيبي، فيه الكيك. يعني شوف في ناس تسالني تقول وش حسابك في تويتر وش ذا، واقول لكم افتحوا الوصف، الوصف الوصف اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو، تحت الفيديو مكتوب عندك الوصف او الديسكريبشن بالانجليزي، افتحوه وتشوفون كل شيء هناك. بس لا تنسون لايك سبسكرايب وزفرت. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا سبحانك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت الظالمين فما لا. اي صح نسيت شيء. اذا ذا ولا شيء تعال، اذا ما عرفتوا اي شيء تعالوا كلموني في البيبي او تويتر والكيك. وبس في امان الله.